سي رفع، اهلا وسهلا، مرحبا. تمام سي رفع، عسلامة، مرحبا بيك يا عايش، تفضل. اذا سي رفع، انت كنت تبعت وكنت تحدثت وحتى دونت في علاقه بغرق السفينه نقل البترول نهار السبت في خليج قابس في الجنوب الشرقي لتونس، هل تعتبروا انه الفوضى في ليبيا اليوم هي السبب في غرق اكزيلو او غيرها؟ الفوضى الليبيه تفسر جزء من المساله، ولهنا جوجوما توتالمون السيده مي عندما قالت انه ثم صمت مريب، معناها لانه ثم ناس مستنفعه بهالفوضى هذه. ولهنا نحب نبين حاجه، هو انه النفط المهرب من ليبيا، ولهنا نعطيكم رقم 120 الف برميل يوميا يخرج من ليبيا تهريب من معناها زواره من ليتا ومن الزاويه ومن بوكماش ومن القرابولي ومن كل هذه الموانئ الموجوده في غرب ليبيا، وتمشي كلها لوين؟ تمشي معناها لما يسمى باللي ستاسيون سيرفيس اوف شور، يعني معناها ثم بطوات صغار كما معناها البطو هذايا يقف معناها في عرض البحر ويبيع البترول هذايا، يبيع معناها فهمني يا اما للبطوات الكبار المتعدين معناها من خليج سيسيليا معناها تونس، او يبيع معناها للمشترين موجودين في ايطاليا. ونحب نذكر حاجه، هو ان الفلاحه الايطاليه لا يمكنها انها تتواجد في اطار ما يسمى بالباك، يعني لا بوليتيك اغريكول كومون في اوروبا، وتحافظ على وجودها الا بالنفط المهرب من ليبيا اللي يسمح لها انه الاسواق نتاعها تكون منخفضه مقارنة ببقية الدول الأوروبية. ضيف لذلك أستاذة ذكري ما قالت لي معناها مسألة عندها علاقة بإرهاب وعندها علاقة بمسألة أخرى وكأنها معناها من المسكوت عنه في المنطقة نتاعنا، وهو مسمى بالهجرة السرية. نعرفوا اللي معناها هالميليشيات اللي موجودة في الزاوية وفي زوارة وفي غرب ليبيا الكل، هذم كلهم معناها مجموعات تتعامل معهم الدول كيما ايطاليا وكيما المانيا وغير محتشد، وتمولهم باش يبنيوا محتشدات ويشدوا فيهم المهاجرين اللي جايين من الساحل والصحراء. وبالتالي عندما يراوهم قاعدين يمارسوا في تجاره اخرى تاع تهريب بترول ولا غيره، ما ينجموش يعاقبوهم لانهم حلفائهم ولانهم يتعاملوا معاهم ولان هناك تمويل معناها ما بيناتهم. وهذاك علاش فما نفاق كبير في مواقف الدول الغربيه. السؤال الكبير استاذ، علاش ما صار كان في المثلث البحري هذا الموجود ما بين تونس ومالطا وليبيا؟ لأنه كل المناطق الأوروبية الأخرى وكل مناطق البحر الأبيض المتوسط كلها مناطق معسكرة. في شرق المتوسط تركيا واليونان ومصر والكيان الصهيوني كلهم شادين المناطق متاعهم والمجال البحري متاعهم. بالنسبة عن الحوض الغربي نفس الشيء، فرنسا وإسبانيا وغيرهم إلى آخره، الا المنطقه نتاعنا هي منطقه فوضى. لذلك لي غران دي غازاج اللي ما نحكيوش عليه نحن، يعني البطوات اللي يجيو وينظفوا لي كوف نتاعهم يعملوها كان في المنطقه هذيك، كل انواع معناها فهمني لو ترافيك اللي يصير نتاع معناها مخدرات او وبشر وبترول وغير ما يصير في المنطقه هذيك. وبالرغم من ذلك معناها كانك توصف في صوره مثلث اجرامي لهنا سي رفع. بالطبيعة مثلث إجرامي أستاذة، واحد دليل على ذلك هو أنه ليس فقط مثلث إجرامي وبقى محصور داخل معناها المجموعات المافيوزية والميليشاوية، لا أستاذة، هناك أيضا دول متدخلة فيها، هناك مؤسسات بنكية متدخلة فيها، هناك سياسات متاع دول متواطئة معها. وهذاك علاش عندما قلنا أنه الفوضى الليبية ليست فوضى أمنية فقط، هي فوضى مهيكلة، يعني فما شكون دول تريد أن تبقى هذه الفوضى لأنها تخدم مصالحها. ولكن المصالح نتاعها اليوم استاذه وصلنا الى الحد نعرفوا اللي اليوم مثل هذه معناها الافعال ومثل هذه معناها فهمي الجرائم التي غلفت وكانها معناها مجرد حوادث احنا باش ندفع الثمن نتاعها، ويكفي من دفع الاثمان نتاع الفوضى الليبيه بالنسبه لنا احنا في تونس. معناها سي رافع كيف نتبع كيف تحكي هكا وسميت عدد من الدول الاوروبيه، نجم نقولوا انت لهنا تتهم او تحكي على توافق اجرامي لحمايه مصالح اوروبيه والاستفادة من الفوضى في ليبيا. بالطبيعة هذا معناها ما يخبيوش أستاذ رام، معناها فما دول خاصة معناها إيطاليا لا تخفي تعاملها مع هذه المجموعات معناها الميليشيوية. أكثر من ذلك أستاذ، أنت قلت بكري معناها صارت الحادثة في خليج قابس. خليج قابس راه ينطلق معناها من طرقنا ويوصل حتى معناها إلى مشارف طرابلس، يعني كل هالمنطقة هذه متاع ساحل الشفارة موجود فيها ليزيكسبلوطاسيون غازيغ اي بتروليير نتاع شركه اني الايطاليه.
السؤال الكبير كل صح. هذه الفوضى الليبية اللي شدناها 11 سنة لم تتضرر منها ولو يوم واحد معنا شركة إيني اللي موجودة في صبراتة، يعني أنه فما دول غربية من أجل حماية مصالحها يمكن أن تتعامل مع مجموعات ميليشيوية وإرهابية وحتى مع مجموعات عابرة للحدود، مجموعات إجرامية. هذه معنا مثلا اليوم عشر نجمو نسكتوا عليها. والاتهامات لهنا او في علاقه بسيناريو الناقله النفطيه اكزيلو، هل تنجم تكون ناقله اكزيلو ينطبق عليها الكلام اللي كنا نحكيو فيه توا؟ هل ينجم ينطبق عليها وانها كما يقول البعض ليره وسيناريو نتاع تامين وغيره، ونعرفوا الجنسيه نتاع البحاره اللي كانوا فيها اتراك في المقابل العلم ماهوش علم تركي؟ ليه هذوما معناها لي بافيون دو كومبليزونس معناها معروفين. ولاحظ حاجه استاذ راهو الناس الكل يقولوا لا غيني ايكواتوريال، وحتى حد ما سال سي كوا لا غيني ايكواتوريال. هذه بلد اساسي سي ان بيفو فيما يسمى تهريب معناها فني معناها لي ناركو ترافيكون اللي يجوا من امريكا الجنوبيه يتعداو من معناها لا غيني ايكواتوريال ومنها يدخلوا معناها لافريقيا يعبروا الساحل والصحراء ويمشيوا نحو الخليج ونحو اوروبا. يعني هالدول هذه كيما بنما كانت معروفه انها سيتون بلاتفورم دو دروغ، لو اندوراس كان معناها سيتون بلاتفورم دو دروغ، هذه لا غيني ايكواتوريال. كل البلدان يعطيو لي بافيون دو معناها دو كومبليزونس باش ما تصيرش تتبعات. مساله واضحه. لكن اهم شيء استاذ انه راهو البخره اللي معناها فني تم اغراقها راهي مش وحدها، راهو كي تمشي معناها اليوم الزاوية ولا الزوارة ولا بوكماش ولا القرابولي ولا حتى معناها فهمني في بعض المناطق أخرى راه تلقاهم بالعشرات أستاذ. هذو من الناس يخدموا معناها فهمني مزودين للسوق في مالطا وفي معناها في إيطاليا. وقضية معناها جوردون ديبونو في وقت من الأوقات أصبحنا نتحطوا على ملايين البراميل النفطية. المسألة ماهيش بالبساطة نصوروها. وبالتالي إذا نحبوا بالحق نتفاهموا على المساله هذه لازم لو ديسبوزيتيف صوفيا اللي هو سان ديسبوزيتيف نتاع حمايه الحدود البحريه لازم اليوم تونس تعطي فيها راي، لانه يكفي من هذه العربده نتاع الاوروبيين على الحدود نتاعنا اللي هي تحاول يحمي رواحهم هما من الهجره السريه، ولكن يدفعوا بكل المشاكل الاخرى بما فيهم المشاكل هذه نتاع تهريب النفط نحو السواحل نتاعنا. واضح. شكرا لك الباحث في الشؤون الجيوسياسية رفعت طبيب على تدخلك معنا. وانت تحكي لهنا على مثلث عبور كل انواع التهريب الجريمة المنظمة، ولكن ايضا مثلث التواطؤ مع الجانب الاوروبي حسب حديثك. ولهنا ما يتحب تتفاعل معك انا بوغ كونفيرمي اللي كان يقول فيه رافع طبيب على المساله المسكوت عنها اللي هي مساله الحرقه وحمايه الحرقه والعبيد هذوما معناها الارهاب يوم طال الحرقه. هذا مثلا فهمي بن خليفه كان معناها من الناس اللي هي تنظم في عمليات الهجره السريه بخلاف العمل هذا اللي يقوم به في التهريب الليبي. الحاجه الثانيه سي رافع طبيب وقبيليك زاد حكينا على لو سينيزم هذيا نتاع الدول الديمقراطيه في المساله هذيا. انت مثلا كيما غوردون دي بونو هذا اللي حكينا عليها اللي هو في غيزوم تاع بن خليفه، خاطر بن خليفه هذايا كان يخدم مع زوز مالطيه، واحد منهم داخل كان كوارجي كبير في ليكيب ناسيونال نتاع مالطا. السيد هذايا جاء المحامي نتاعو في الجلسه العلنيه وقال راهو الامريكان اتصلوا بسي ديبونو هذايا قالوا له اعطينا معلومات على سفراء معينين وعلى عمليات صارت مع روسيا، واحنا في المقابل نطيحوا عليك كل شيء، تخرج تللش ما فما حتى شيء. فعمل التصريح هذاك لأول مرة في تاريخها عملت جيت أمريكا ومالطا عملوا واحدة بيان مشترك. نعم. قال لك جامي وهذايا الكل ما صارش، وأنا مقتنعة علي السي هذايا صار خطر هو في الوضعية اللي هو فيها ما ثماش علاش باش يتحدث في حكاية كما هكا، باش يوريك اللي هو التشبث بالمبادئ اللي يحكي فيه والديمقراطية وغير ذلك وكالمواثيق وغير ذلك، والدخل لا تصمد أبدا قدام المصالح نتاع الناس هذوما. معناها هما مسألة كما هذايا تصير وتهريب نتاع نفط وبياج، هذه جريمة من جرائم الحرب سي دو بياج حسب مواثيقهم هما، مواثيق مش احنا عملناهم هما. شيء هذا كل ما يهمهمش فيه مقابل مصالحهم. عطينا الاسرار اللي احنا حشنا بهم واحنا نسيبوك. والاستفاده من تواصل الفوضى بليبيا هكا نخدم معاك الباحث في شؤون الجيوسياسيه رفع الطبيب. شكرا لك مجددا سي رفع على تدخلك معنا، ونرجع لكم في البلاتو.